إنها الزباء بنت عمرو بن الضرب بن حسان بن أذينة بن السميدة. إنها عربية وتسمى زينب في التاريخ العربي. ولدت في تدمر من أب عربي وأم إغريقية من سلالة كليوباترا ملكة مصر في عصر البطالمة. أطلق عليها الإفرنج اسم زنوبيا. كانت تتقن اللغة اليونانية واللغة الآرامية، كما كانت تجيد ولو بشكل محدود اللغة اللاتينية. تهوى الأدب والفلسفة والسياسة. كانت جدتها كليوباترا
بمثابة المثال الأعلى لها، لذلك أرادت أن تكون صورة متطورة عن تلك الملكة التي شغلت العالم بجمالها وقوتها وسحرها وأناقتها. كان هاجس زنوبيا المجد والسلطان، وكانت تتمتع بشخصية قوية وتحرص على حرية تصرفاتها، فتتخطى في غالب الأحيان حدود التقاليد والممنوعات المرسومة للمرأة الشرقية في ذلك الزمن. أريد حصاناً أبيضاً تفوق سرعته الرياح ويطغى بياضه الناصع على بياض الغيوم التي تزين السماء. حصان أبيض؟ لماذا تريدين حصاناً أبيضاً يا ملكتي؟ أريد حصاناً أبيضاً يحملني على جناحيه إلى أمير الشرق. لكننا سنقلك بالهودج، إنه هودج خاص بالملكات، هكذا التقاليد. لا تهمني التقاليد، لا أريده لقاء مملا، إنه يوم زفافي، زفافي أنا. لقاء ممل؟ لا، لم أفهم يا سيدة. نفذ ما أطلبه منك، أريد حصانا أبيضا، ألا تفهم؟ أمرك يا مولاتي. إنه أذينا أمير الشرق، سيد الشرق الروماني، ملك تدمر، ملك الملوك. امتدت سلطة أذينا على سوريا وسائر آسيا الرومانية. هو الذي حرص على علاقات مميزة مع الدولة الرومانية، وكثيراً ما حارب الفرس وردهم عن بلاده. أذينا كان الفرصة الوحيدة لتحقيق طموحات زنوبيا الواسعة. هو العريس المنتظر، هو القوة، ومعه ستبني زنوبيا داخل قصر تدمر وخارجه عائلة مالكة وقوة حاكمة. ما أخبار موكب الأميرة؟ شرف على الوصول سيدي الأمير. أكمل الطريق. وأنت يا ملكتي؟ قلت أكمل الطريق، وإن سأل الأمير عني قولوا له انتظرها، إنها آتية على جناح غيمة. Thank you.
إنها ليست في الهودج يا سمو الأمير. ماذا؟ طلبت حصاناً أبيضاً وقالت بأنها ستقوم بجولة فروسية، وطلبت إبلاغكم أن تنتظروها، فهي آتية على جناح غيمة. على حصانه الأسود الملقب بالأدهم، الذي لم يكن في بلاد العرب مثله في سرعة الجري وجمال المنظر، انطلق الأمير شامخاً عالي الرأس لاستقبال عروسه الجميلة زنوبيا. ألن تساعدني؟ لا، زنوبيا كم أنت جميلة، ستكونين حبيبتي وزوجتي وأميرتي وملكة تدمر والشرق، وسأحبك كما لم يحب رجل امرأة من قبل. بدأت تبالغ أذينة، وأنا أخاف من الرجل حين يلجأ إلى المبالغة إرضاء للمرأة التي يحب. أنت امرأة استثنائية. وأنت رجل. أنا رجل. ماذا؟ قولي، أنا رجل ماذا؟ رجل. كانت زنوبيا غزيرة المعارف، بديعة الجمال، مولعة بالصيد والقنص، تحسن أكثر اللغات الشائعة في عصرها، ويقول البعض عنها إنها كتبت تاريخاً للشرق. ولقد قيل عنها أيضاً إنها ملكة جليلة ذات رأي وحكمة وعقل وسياسة ودقة نظر وفروسية وشدة بأس وجمال فائق. الأميرة زنوبيا. أميرتي العزيزة، منذ زمن بعيد ينتظر هذا القصر وصولك العظيم. أنا لونجين، يقولون بأنني كثير الكلام والثرثرة، يقولون بأنني أفلسف الأمور البسيطة فتصبح معقدة. وأنت ماذا تقول عن نفسك؟ أقول إنني ثرثار في نظر المنافقين، وصريح جريء في نظر الصادقين. لونجين، ستبقى إلى جانبي دائما، تثرثر وتثرثر، فأنا أكره المنافقين. لميس، كبرت في هذا القصر آتية من أنطاكيا، كبرنا سوية وكأنها شقيقتي. لميس وفية وذكية. شكرا مولاي. ارفعي رأسك عاليا. لميس، ستبقين إلى جانبي دائما، فارفعي رأسك ولا تنظري إلى الأرض أبدا. من ينظر إلى الأرض
يفوته التمتع بألوان قزح التي تزين السماء. يبدو أن سمو الأميرة ليست بعيدة عن الفلسفة ولا عن الأدب والشعر. ينقصني الكثير. أين غرفتي؟ تميس؟ من هنا مولاتي، لا تتأخر علي. سألحق بك. لونجين؟ نعم. أثناء غيابي ستكون زنوبيا في عهدتك، لا أثق إلا بك. ستكون في عيني، سأكون كتابها وضميرها، وسأحميها من كل شر. إنها امرأة رائعة فعلا. إنها رائعة فعلا. سيدتي، كليوباترا، كليوباترا جدتي، إنها الماضي الذي لا يموت، القوة التي لا تقهر، الجمال الذي لا يخف بريقه أبدا. كليوباترا جدتك سيدتي؟ كليوباترا أنا، وأنا كليوباترا. أنت ترافقين الأميرة منذ بضعة أيام، ما رأيك بها؟ رأيي أنا؟ ومن يهتم لرأيي؟ أقصد كنت خائفة؟ إنها رائعة سيد لونجين، رائعة. إنها واثقة ومتواضعة، قوية وعاطفية،
تعلم سيد لونجين بأن الأميرة زانوبيا هي حفيدة كليوباترا؟ لا معلومات كافية لدي في هذا الموضوع، ولكن التاج يليق بجبينها العالي. إنها ملكة لميس، ملكة تتربع على عرشها الخاص، هكذا أراها اليوم وهكذا أراها غدا. شكرا لميس. كيف حالك لونجين؟ بخير مولاي. لميس، قل للسيدة بأنني أنتظرها في الحديقة. حاضر. ينتظر وصولك إلى الحديقة. لميس، هل أنت مسيحية؟ نعم سيدتي. لا تخافي، لن أجبرك على شيء. لكل فرد في هذا القصر حريته الشخصية. هل ستخبرينني عن ديانتك؟ طبعا سيدتي، إن أردت ذلك فأنا حاضرة. طبعاً أريد. يقولون بأن الدين المسيحي دين سماوي، وأنا أحب السماء. أذينة، أين كنت؟ لقد اشتقت إليك. كنت أدور في شوارع تدمر، كنت أحيي المحتفلين بزفافنا. إلى متى سيحتفل شعبك المحب بزفافك؟ لقد مضى أسبوعاً كاملاً ولا زالوا يحتفلون. أنت المحتفى بك يا سيدة تدمر. أذينة، خذني إليهم. أجل، أريد أن أغني، أرقص، أصرخ ليصدح صوتي ويملأ السماء. أحبك أذينة، أحبك. حبيبتي، أنت الأميرة ولن ترقصي في الشارع مع عامة الشعب. بلى سأرقص زانوبيا. سأرقص وسترقص معي. أنا؟ أنت مجنونة زانوبيا، أنا أمير الشرق. أعلم هذا، الأمراء أيضا يرقصون ويحتفلون. Thank you.
سأجعل منك ملكة العالم بأسره. أنت العالم بأسره، أنت الرجل الذي ينام في داخلي. ليس من رجل في داخلك، أنت الأنوثة، أنت الجمال. في داخلي رجل وهو أنت. لونجين؟ نعم أميرتي. تحيرني نفسي. كيف ذلك؟ أنا شغوفة بالعلم، بالفلسفة، بالأدب، بالشعر، ولكنني أيضا شغوفة بالصيد، بالرماية، بالفروسية. كيف تفسر هذا التناقض؟ هذا ليس تناقضا أميرتي، إنه تكامل واضح. رياضة العقل ورياضة الجسد. أنت محق لونجين، ولكن كيف لنا أن نفصل العقل عن الجسد؟ هذا ما لم أعرف له جوابا يوما. إذن المهم أن نصيب الهدف. كيف تستطيعين أن تعيشي وأنت لا تؤمنين بإله الشمس وبإزيس التي تسهر على رعايتك وحمايتك؟ كيف يغمض لك جفن وأنت لا تعبدين الآلهة؟ أنا أعبد الإله الواحد، إنه نور من نور. نور من نور؟ النور يسطع من معبد الشمس؟ لا أميرتي، هذا النور يسطع من عيني المخلص، من عيون الأطفال الجائعة، من يدي الفادي الحبيب. أنت رقيقة وتتمتعين بشفافية عالية. أنا أؤمن بالإنسان وبالكلمة، يسوع هو كلمتي. لميس، أنا أعبد الآلهة ولن أعبد يسوع، ولكنني أتوق لمعرفة المزيد عنه وعن أفكاره وتجربته. ستخبرينني يوما عن قصة هذا الرجل، أريد أن أعرف كل التفاصيل. لماذا أميرتي؟ فأنت لن تتعبدي له. لماذا تريدين معرفة ما لا تؤمنين به؟ أخاف أن أموت جاهلة. لم تكن زنوبيا امرأة عادية من الشرق، ولم تكن أيضا أميرة عادية زوجة أمير بطل. زنوبيا كانت البطلة، كانت الشريكة في الحكم إلى جانب زوجها، وخلال ابتعاده عن تدمر كانت تملأ الفراغ وتحكم كما يحكم الرجال وأكثر. كان لزنوبيا ولد هو وهب اللات أنجبته من زوجها الأول، كما كان لأذينة ولد أيضا من زوجته الأولى التي توفيت خلال ولادته، وكان اسمه هيرود. ومن أذينة الفارس الحبيب، الرجل المكمل لشخصية تلك البطلة الشرقية، أرادت زنوبيا رغم انشغالاتها الكثيرة أن تنجب البنين والبنات، فبنت عائلة كبيرة عرفت بالتفاهم والمحبة والوحدة. أتعلمين زنوبيا؟
أنا لا أخاف من الفرس لأنهم أعداء لنا ويعترفون بذلك. الفرس هم الخطر الواضح الذي يعلن عن نفسه وعن مطامعه وطموحاته المجرمة لا يخيفني، ولكنني أخاف من الرومان، هؤلاء الأصحاب المعلنين والأعداء المستورين، إنهم الخطر بعينه زنوبيا. روما ستبقى روما إلى أبد الآبدين، وتدمر ستبقى تدمر إلى أبد الآبدين أيضا. ماذا تقصدين؟ روما ستبقى كما كانت عبر التاريخ، الخطر الحقيقي الذي يلاحق كل الإمارات والدول المجاورة والممالك، وتدمر، تدمر الحرية والكرامة، ستبقى كما كانت عروسة الإمارات وأرض الخير والعطاء. ما تقولينه يؤكد مخاوف زنوبيا. لا، لن تخاف أبداً، لأنك ستكون الصديق الوفي لروما، ستعطيها ما تطلبه منك بالسلم والوفاق، فتبعد عن شعبك إجرامها وحروبها الدامية. ولكنني قادر على ردع روما وعلى هزيمتها في كل وقت وزمان، فلماذا الخوف؟ هذا ليس خوف، إنه حرص، حرص على سلامة البشر والحجر. لن أعطيهم شرف خوفي من قوتهم وجيوشهم. وهل تسمي هذا شرفاً؟ وهل شرف الدولة يكون في إخافة الآخرين وقمعهم وظلمهم؟ نعم، هذا هو الشرف الذي تفتخر به روما. لا، إنه شرف مزيف. ولكنهم أقوياء ويعتمدون التحدي، والحرب آتية لا محالة، وسأنتصر. ستنتصر نعم، ولكن بالسلم. ماذا تقولين زنوبيا؟ إن وقعت الحرب بينك وبين روما، فأنت ستغلبها اليوم وغدا وبعد غد، ولكنك ستتعب يوما، قد يحاصرونك، قد يسرقون القوة والصبر من قلوب وعقول أبناء تدمر، وسيأتي اليوم الذي ننهزم فيه أمام إجرامهم الأعمى. هذا ليس صحيحا، نحن رجال ندافع عن أرضنا. أنتم رجال من دم ولحم، وهم صخور لا يستمعون إلى قلوبهم. لا أذينا، تدمر لن تدخل بنزاع ولا بحرب مع الرومان، ومستقبل تدمر لأبنائنا وبناتنا، ولن ندع أحدا يسرق هذا المستقبل منا. لا أدري لماذا يشعرني كلامك دائما بالطمأنينة، أنت قادرة على إقناعي بكل شيء. وأنت ملهمي أذينا، سنحول الربيع إلى فصل الخير والجمال، سنجعل من الربيع مناسبة ينتظرها كل الناس بشوق وحب. كيف هذا؟ فالربيع هنا في أذهان الناس هو تاريخ الشؤم ودفع الضرائب، التجار كما شيوخ القبائل يكرهون الربيع. سيدفعون الضرائب كالعادة، ولكنهم من الآن فصاعدا سيدفعونها، والضحكة لن تفارق وجوههم. كيف؟ دعني أتصرف وستعلم كيف. كانت السنوات تمر بأذين وزنوبيا مفعمة بالسرور والخير والازدهار، وأصبح الربيع منذ قدوم زنوبيا إلى تلك الإمارة موسم الخير والتجارة والانفتاح على العالم الخارجي. كانت تدمر بعد بداية الربيع تفتح أبوابها لاستقبال القوافل القادمة من اليمن والبحرين ومصر وشواطئ نهر الفرات وجبال أرمينيا وطوروس. لم يعد الربيع كما كان قبل قدوم زنوبيا موسماً لجباية الضرائب فقط، ولتقديم الهدايا للأمير من الخيول الأصيلة والجمال السريعة والذهب والفضة والعطور. الربيع مع زنوبيا أصبح له طعم خاص. يحل الربيع فتزدحم تدمر بالعرب واليونانيين والمصريين والفرس والعبيد، وكلهم يبيعون ويشترون، ويعج قصر أذين وزنوبيا بالضيوف والحفلات، ويتوافد الشعراء يمدحون الأمير والأميرة الشابة الجميلة الساحرة التي أصبحت رمزاً للخير والتجارة الناجحة والبحبوحة.